أهلا وسهلا بكم تلاميذي الأعزاء في قناة الأستاذة مزين. في هذا الفيديو إن شاء الله راح تناولوا نموذج آخر من اختبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية. هذا الموضوع مأخوذ من أحد الأساتذة للأمانة فقط. إذا نبدأ بحله على النحو التالي، ركزوا معي جيدا. الجزء الأول عليه 12 نقطة، وفيه الجزء الثاني الوضعية الإدماجية. إذا السؤال الأول وش يقول؟ اشرح ما يلي: الوساطة الاجتماعية، المحكمة العليا، الخدمة الوطنية، والدستور. هذه المصطلحات تلاحظوا أنه من كل المقطع خذينا مصطلح، مصطلحات قائمة المصطلحات تحفظوها. وأكيد عندي حاجة ننبه عليها فقط، المصطلحات اللي راح يديروهم في الشهادة هي مصطلحات المعروفة، ما حاش يديروكم مصطلحات صعيبة. جيد، إذا راح تكون الإجابة كالتالي، لاحظوا معايا: الوساطة الاجتماعية هي إيجاد حل ودي للنزاع خارج أروقة القضاء عن طريق الحوار لتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص طبيعي أو بمبادرة من القاضي. المحكمة العليا هي الهيئة القضائية العليا المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم الابتدائية من خلال توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد. الخدمة الوطنية واجب وطني إجباري يلزم بتأديته كل شاب يبلغ سن 19 سنة، 19 سنة، يتمتع بالسلامة العقلية والبدنية لمدة 12 شهر. صدر قانونها في شهر أبريل سنة 1969 ميلادي. ننتقل الآن إلى سؤال آخر. يتناول الباب الثاني من الدستور الجزائري تنظيم السلطات. المطلوب: صنف المهام التالية في الجدول حسب اختصاص كل سلطة. هنا راهي أمامي ثلاث سلطات للدولة الجزائرية: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهذه عبارة عن مهام أقوم بتصنيفها لدي النظر والفصل في مختلف القضايا، مناقشة ميزانية الدولة والمصادقة عليها، تنشيط السياسة العامة للبلاد، مساءلة أعضاء الحكومة، إصدار العفو، حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. إذن الإجابة هي: السلطة التنفيذية تقوم بتنشيط السياسة العامة للبلاد وإصدار العفو. السلطة التشريعية مناقشة ميزانية الدولة والمصادقة عليها ومساءلة أعضاء الحكومة. أما السلطة القضائية تقوم بالنظر والفصل في مختلف القضايا، كما أنه هنا يا راني نسيت حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. هكذا تكون الإجابة. ما ننساش نقول بك هنايا أنه التلميذ دائما ينتبه. مثلا أنا نعطيكم مثال، هنايا كي كنت نجاوب على الموضوع لاحظوا معايا نسيت حماية الحقوق والحريات الأساسية، أنا نسيتها سهوا، كيما راني نسيتها أنا هنا كابابل تصرى لأي تلميذ وهو في الشهادة يكون يعرف الإجابة من الارتباك ولا من أي حاجة. لازم دايما الورقة تاع الامتحان تعاود تراجعها كيف ظل لك الوقت، تلقى روحك باللي اما ناسي حاجة او اخطاء املائية. هذه تصرى لاي انسان، تصرى له سواء التلميذ الممتاز ولا التلميذ المتوسط، كامل تصرى لنا.
لذا التلميذ يراجع الورقة تاعو بتأني، ما يشوفش زميله خرج. انا يلاحظ انه في الحراسة تاع الشهادة يشوفوا التلميذ الاول اللي خرج يرتبك، التلميذ يرتبك يجري باش يحط هو الورقة تاعو ثاني. جيد، وضح العلاقة الموجودة بين الدستور وسلطات الدولة. وقال لك أيضا علل ما يلي: لا تعد المحكمة العليا الدرجة الثالثة من درجات التقاضي. إقرار الدستور الجزائري مبدأ التعددية الحزبية، إنشاء نقابات عمالية، إلزامية الخدمة الوطنية على الشباب في الجزائر. هذا كامل نعلل ولا نعطي السبب تاع هذه الجمل. جيد، الإجابة لاحظوا معايا باش الصورة تبان واضحة أحسن. العلاقة الموجودة بين الدستور وسلطات الدولة، أنا يا سلطات الدولة الجزائرية نعرفها بلي أنها تعتبر من مؤسسات الجمهورية، درناهم في الدستور والعلاقة بين المؤسسات الجمهورية. إذا ماشي يبدل لك غير كلمة ولا يبدل لك جملة انت يا ما تعرفش واش تجاوب. هنا كي قال لك السلطات هنا راه يقصد باللي المؤسسات الجمهورية. إذا نغير فقط كلمة المؤسسات، نغيرها بالسلطات. ينظم السلطات ويبين صلاحياتها وطريقة عملها. يمثل القاعدة القانونية للتشريع، بين قوسين السلطة التشريعية. الدستور هو القانون المرجعي الذي تستمد منه القوانين التي تسير هذه السلطات. أنا في كل راس كتبت لهم التي تسير هذه المؤسسات، يغير الكلمة تاع المؤسسات يغيرها بالسلطات، لأن السلطات جزء من المؤسسات. جيد، روحوا الآن إلى الجزء الأهم اللي هو التفسيرات. عفوا، التفسيرات. هايديك هنا فسرتها. إذا نبدأ بتفسير الجملة الأولى: لا تعد المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي. هنا التفسير لأنه تصدر الأحكام النهائية في المجالس القضائية والمحكمة الابتدائية. شوفوا على ذي قلت لكم راجعوا هنا سهوا باش نكتب المحكمة الابتدائية كتبت العليا. إذا أنه المحكمة الأحكام النهائية، شكون اللي يمد الحكم النهائي؟ أي قضية كانت الحكم تاعها النهائي يصدر في المجالس القضائية. والمحكمة العليا المهام تاعها هو تقويم أعمال المجالس القضائية والمحاكم الابتدائية. هذا هو التفسير، معناتها أنا يا الهرم القضائي اللي فيه المحكمة الابتدائية والمجالس القضائية والمحكمة العليا. المحكمة العليا ما هيش الدرجة الثالثة من درجة التقاضي، الدرجة الأولى هي المحكمة الابتدائية، والدرجة الثانية هي المجالس القضائية، والمجالس القضائية هي نفسها الدرجة الأخيرة. والمحكمة العليا ما هيش درجة ثالثة لأنه هي ما تصدرش الأحكام، ما يبعثوا لهاش أي قضية، هي تقوم فقط بتقويم الأعمال تاع المجالس القضائية والمحاكم الابتدائية. جيد، نروح الآن إلى التفسير اللي بعده: إقرار الدستور الجزائري مبدأ التعددية الحزبية. هنا واش قال لك؟ باللي الدستور تاع الجزائر انتهج أو أخذ التعددية الحزبية بعد ما كنا الحزب الواحد اللي مثلنا سياسيا. شكون هو الحزب الواحد اللي تبناته الجزائر مباشرة بعد الاستقلال؟ احنا نعرفوا باللي جبهة التحرير الوطني الأفالان هو اللي يمثل الجزائر مباشرة بعد الاستقلال. الآن بقينا احنا يبقينا في هذاك النظام الأحادية الحزبية اللي
جبهة التحرير الوطني. السبب اللي خلانا نغيره هو لم يعد نظام الأحادية الحزبية بقيادة جبهة التحرير الوطني قادرا على تجاوز الأزمات التي عرفتها الجزائر. الجزائر عرفت أزمات سياسية واقتصادية، خاصة بعد انهيار النظام الاشتراكي، النظام الاشتراكي الخاص بالاتحاد السوفيتي. هنا الجزائر دخلت في مشاكل أو في أزمات كان لابد عليها أنها تدخل للتعددية الحزبية من أجل فك على الحزب جبهة التحرير الوطني الضغط عليه. جيد، إنشاء نقابات عمالية. وعلل سبب إنشاء النقابات العمالية لأنها تدافع من أجل أن تدافع عن حقوق العمال المنتهكة، ومن أجل رفع الكفاءة المهنية للعمال، وأيضا حماية مصالحهم المادية والمعنوية. تفسير آخر، إلزامية الخدمة الوطنية على الشباب في الجزائر. يلزم على الشباب أنهم يقوموا بالخدمة الوطنية من أجل تشكيل موارد بشرية احتياطية للجيش، أنه في حالة ما أنه تعرضنا إلى أي حرب فإنه تكون عندنا موارد بشرية احتياطية. وأيضا توطيد العلاقة بين الجيش والشعب والمساهمة في جهود التنمية الوطنية. هكذا تكون الإجابة. جيد، نروح الآن إلى الجزء الأهم اللي هو الوضعية الإدماجية اللي راح تكون حول الصلح والوساطة. راح نقرأ الآن الوضعية الإدماجية بتأني، ونحاول دائما كما قلت لكم نحاول دائما نعاونكم كيفاش تتحصلوا على أعلى العلامات في الشهادة عن طريق الوضعية الإدماجية. ما تروح لكمش نقاط هكاك بك، تبعوا معايا نقرأ لكم الوضعية. السياق: حدث نزاع بين زملائك في القسم فطلب منك الأستاذ إيقافه بطريقة حضارية يحبها الله تعالى، ألا وهي الإصلاح بينهم. عندك السندات: سند واحد، عقد ينهي به الطرفان نزاع قائم أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل عن حقه. المادة 459 من القانون المدني. هذه هنايا عقد، معناتها عقد صلح، أي تكلم على الصلح. السند رقم 2، قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآية 1 من سورة الأنفال. تعليمة، قلت لكم هنا نهدرها ونعاودها. تعليمة: إذا ما عطالكش المطلوب من السياق والسندات تستخرج. في حالة ما أنه في التعليمة طلب منك، هنا راه سهل عليك الأمور وتلتزم وش طلب منك في التعليمة. اكتب فقرة من 10 إلى 12 سطر تتحدث فيها عن آثار الصلح والوساطة الاجتماعية وأهمية الحل السلمي للخلافات. معناتها الوضعية تاعي راح نتكلم على الصلح والوساطة وأهمية الحل السلمي لحل الخلافات. جيد، إذا الوضعية تاعي تكون كالتالي: تسير المجتمعات وفق تبادل المصالح والتعاون المشترك بين الأفراد، قد يؤدي هذا إلى نشوب خلافات فيتوجب الصلح والوساطة لحلها. لاحظوا هنا بك فقط معايا، شوفوا هنا يا التشطيب، أنا يا خليتها بالعين، هذا التشطيب خليته هكذا باش التلميذ يلاحظ أنه في الوضعية تاعو كيخلي التشطيب. شوفوا الورقة كيفاش تبان كتخلي التشطيب. إذا المصحح كيلاحظ أنه قمت بكثير بعملية التشطيب، أصلا تلك الفقرة راح ينقص لك منها النقاط. أنا قلت لكم درت هذا التشطيب خليته، ما حبيتش نستعمل الماسح
خليتها هكذايا باش تبان لكم. وديروا في بالكم بلي الايفاسور ممنوع في الشهاده. اذا نبداو في العرض. الصلح والوساطه سلوك حضاري يهدف الى حل الخلافات بطرق سلميه، يتطلب في اغلب الاحيان وجود وسيط نزيه محايد يتمتع بثقه الطرفين، ويتم بطريقة عرفية حينما تتوفر نية التصالح أو بتوجيه من المحكمة أو بأمر من القاضي حسب المادة 459 من القانون المدني الذي ينص على. هنايا استخدمت السند، راني نقولها ونعاودها سورتو في المدنيه، السندات اللي مدوهم لكم تستخدمهم لازم، ما فيهاش اذا استخدمت السندات عليها 2.5 حتى 3 تدي عليها علامه. اذا ما وظفتش السندات في الموقع تاعها هنايا راح ينقصوا لك، حتى وتكون الوضعيه الادماجيه تاعك ممتازه وما استخدمتش السندات راح ينقصوا لك على الوضعيه. اذا هنا شوفوا انا كيفاش استخدمت، عرفت وين حط المادة 459 من القانون المدني الذي ينص على عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل عن حقه. هنايا درت هنا نقطة نوليستر. وللصلح والوساطة فوائد جمة، بحيث تعتبر وسيلة بديلة لحل المنازعات في وقت وجيز، كما أنه يجنب الأسر والمجتمعات التفكك والدخول في صراعات تهدمها، ويكون سدا منيعا أمام العداوات والتناحر. الخاتمة. ومن هنا يمكن القول أن الصلح والوساطة من أرقى المظاهر الحضارية التي أوصى الله تعالى بها لقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هنا لاحظوا ثاني استخدمت السند رقم 2 في الخاتمة، لقيت المكان المهم يكون التسلسل والترتيب في الأفكار. هذه هي الوضعية الإدماجية تاعي، تكلمت فيها على الصلح والوساطة، وتكلمت هنايا على أهمية الحل السلمي ولا الصلح والوساطة لحل الخلافات بطرق سلمية. رانا وصلنا إلى نهاية الفيديو، انتظرونني في فيديوهات أخرى إن شاء الله، نماذج أخرى راح نحلها لكم تراجعوا بها قبل الامتحان الرسمي للشهادة التعليم المتوسط. ما تنسوليش فقط الضغط على زر الاشتراك والإعجاب ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم على حسن المشاهدة.